بعدين. انهدمت دورنا واستشهد ابني وجيت شردنا بالقصف في الليل وجينا هان شردنا من خان يونس لا دير البلح لا هان المنطقة الشهداء الأقصى واحنا ما فيش مأوى زي الناس كل ما نروح منطقة بيسلخونا فيها. احنا نزحنا اول اشي من المخيم، الجيش رمى علينا مناشير، اتصلوا علينا اكثر من مره، اخلينا على مدارس اليونروي، طبعا بهدله ما لا يعلم فيها الا الله. طبعا بالنسبه للواقع اللي احنا بنعيشه اليوم هنا في 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 المأوى هذا جهنم، جهنم بالنسبه للمدرسه. سيبني في حالي، سيبني اعيش، يا بتعيشني يا بتخلص علي وخلص. ما بديش ما شوفش مأساة اولادي، هو بيقول لي بدي خبزه وانا مش ملاقي اجيب له مصاري، خلص ما ضلش مصاري اللي كنا محوشين نخلص. امبارح انا رحت شريت نايلون وخشب 500 شيكل وطول الليل وانا واولادي سقعانين سقعانين، فيش لا غطا لا جنبيه ولا حرام ولا حاجه، مقومات حياه ما فيش.